الثالثة الدعوة إليه، دعوة إلى إسقارسيو. الرابعة الصبر على الأذى فيه. مناسبة دانو هير كيدو سرعيه اياه من لغو مامو سيار ديك فايدي ستي مشروع خيري اه او كسعدي مسجد كابو بكر صديقي مقالة قرنو كاسيو لغو مقعدري مشروع اسمها جيلش مستقبل كا أرضي دانو اه كوضا اير ايا مددي اهل كان شوغين كفايدي ستي برشادة تفسير كقران كريم كاهي حفدي جيسا يا برشدة حديث تلقسو ورييسو بنيه ان محمد نبدقليه ينحري سكر كيسها هاتي تفسير كيسا وحانا اوليقى يا شيخ عبد الرحمن شيخ حسين شيخ احمد وكم اذا علم الدين كدق ماذا قرنو مسؤولين كترسان دولدة معلمين تمعد كأسر شريف اي قرنو علم الدين والد ارضي مرتك على ايا قوبتو كاها ابا المرين سينا يا ارديدي كالماها وركق علي مددي اي ديقنا يان دروس تكالدوان وقهرين شيخ حسن مصنح حكم ده علماء مسجد كعنت كهيا شيخ عبد الرحمن شيخ حسين شيخ أحمد ودروس تقولي جيا أرديدا يراجع على حاجة وكم ده قد جسري المسجد كيا وقهرين ماذا شكها لي إن واحد مشاهد كان الأساسي كل سقال بقول سقاشني يتدودي إلا ما أنت أدور إلى تسن ودسي هاي وأمريكي أجوه الرئيسي وحلقات علمية منظمة يكاد عضو وأمريكي أجوه الرئيسي مشروع عاس بناء الأجيال وعروتا ينير لغوص وكبايو وعروتا ينير القرآن كدقتة حلق علمية ومتون علمية لغوصينا أن أفضل درسيبا أغمي همسن وشيخ وضع تفسير درس وهذا الدرس الأول هو تفسير جزء عامة مع مفردات مع الحفظ في التفسير ويحفظنا يعني تفسير كمفردات ككل ويحفظنا يعني وأنا قضب مهم قضب كاسو أردني قرآن كأول وين برجنا بس في كمسلم كلوب بهي هي نمدك تقوقب صداي ودين تيسا يبرش هذا يوحى إلهي كعابد لها يعني وحسكر لعك ارتدد فربنا الله سبحانه وتعالى عابدية ومسلمينا لكن شيء الله كعابدية لقي يابو يعني سنسيداس وفهن سنين taasan markaan masajidkaani aan ku hayna qayb ka mid ah tiyo maratay aan isku dayinay inay jiilka soo socda yar yar ka ah say wax u baran lahaayeen waxaan sheegayna dadka waxaan ugu baaqaynaa iskoolada waxa loo aadaa meel fogfog baa loo aadaa kullay waa dhageysan doontaan ama raadiyasha ka dhageysan doontaan ama mobilada ka arki doontaan si qadhoodo علمك شخص حماسية وهاوي علمك وهاوي هل رفع إذا استو علمك هل رفع إذا استو ده قد تجوعان قد ذلك قد تجوع علمك هل رفع إذا استو إن شاء الله قارك بده أرديد أيام ماذا شو قصة بني وحيا بها أي برتين مدد أي دروس تلقينين إذا وقتي سلسلة الأرض الذي لقلقليه زلزال حاج الجلشة ذا وأخرجت أسوسارتو الأرض الذي أثقالها على سيال كذا وقال الإنسان إنسان كويرادو ما لها الأرض محاكو دعي يومئذ مالين تاس تحدث وحالوغا ورميا أخبارها ورريال كذا بأن ربك ثوبتو أمحايا لي ربك آيا أوحى لها أوحيوذي يومئذ مالين تاس يستر الناس تدكو ايسوف ليان اشتاتا يو كالتاكسان ليرو سيلو تسيو اعمالهم اعمال شودا فمن شخصي يعمل سميي مثقال درة قران شميسان كذ وحليك وخيرا خيرا يره اركيا ومن شخصي يعمل سميي مثقال درة قران شميسان كذ وشر شرا يره اركيا بهريرة وحليك الله كرال النقضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلك إله نوتهي ما أسفل وحكو سيا من الكعبين لبدا عنقو من الإنزار أو مرأة ففي النار نار أي قسقنا ذين رواه البخاري والدين علماء الدين معلمين تمعد كأسر قدوميها وحبرشادة دقمدة قرنوية مرتك لأو مدشة كهاللي أي شيء مجرى قوري كمدة قرية قوم اسويم قرية إلهي أو دينت إلهي كبرناي انت هذا الشيء كل دينت إلهي وح أرض الله ودينة ودينت إلهي انت هذا يجرته إلهي وحكس ودجان حريس إلهي وحكس ملائكة واحرة ريساء
إلهي سبحانه وتعالى نحريسي سوات مادة إلهينا وحوق الشكية ولا أكتي سجوكتا نصوص آد أفر ربضان باكوس وعرورتمك هو بكره فأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء البعثة الأزهرية أتقدم بخالص التقدير والشكر والتحية لعلمائنا ومشايخنا ومن قاموا وأعدوا هذه الدورة الدينية وحاوي إلى سبحانه وتعالى دين نسان برنا أبوتك يررك وحاوي نفت إذا وهو رئيسة إذنك إذن كل بقى وحاوي دك مقام بسدح نقوه انت أسيب أن قارسين أما نداسي أبوتك يررك الدهبك عن العكس تلقوه لين وحاوي دين تألكو تربيينه إن شاء الله نتعلم العلم وننوي أن نعمل به حتى نخرج من قول الله يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الشكر موصول لجميع الحضور ويوحيا بها هذا الجدال علمي أو حكم هذا المها مرك وحبرشد الله قبل القرآن عرب كيسا أو يران صور اسمه مرك اللي قلت له بالدين إيه إنه قرآن كي برت يكسكو قف كاس واحد اسمه فصاح حديث إيه لو قد يسوي حن نقطة هم يتبينها مسك حديث إنه ويف فرنتا هذا ودي قف كاس سيف ضد بكبر عن كريا لما أنت علمتك الأساسي وحر طاعته وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجه الله وأن يجعله في ميزان حسناتهم وأن يبارك لهم في أولادهم وأن يبارك لهم جميعا.